عزيزي مولود برج الثور 2019، شو ممكن تكون حاطت امال عليها؟ بدايتها اكيد رح تتعرف على من قد يترك اثر ايجابي بحياتك وبداخلك، ان كان على الصعيد العاطفي او حتى ممكن يشيلك ويحطك بمكان ايجابي من الناحيه المهنيه. 2019 يبدو انك قادم على سنه بتحمل معها الكثير من التعديلات بحياتك بشكل عام، ومثل ما قلت لك قد تتعرف عاطفيا وكمان على شخص ممكن تنجذب له وتكون في تطورات كثير مهمه ومشجعه رغم القطاعات اللي انت مرقت فيها، ولربما يكون قدمه صعد عليك. ولكن بدي خبرك شغلي مولود برج الثور، رغم انك انت رح تنجذب لشخص جديد ولربما تاخذ قرار بقرار مصيري معه، ولكن القلب حيبقى معلق بحدا تاني من الماضي وحتبقى بحاله ضياع وتردد، فانتبه لهيدي القصه حتى ما توقع بنوع من الانفصام والزعل الداخلي يلي انت ما عم تقدر تعرف اسبابه. لكن فيني اقول لك تطورات مهمه ومشجعه لك، وكمان تعتبر هيدي السنة أفضل من السنة الماضية، فأنت بال 2019 بحاجة لشخص ما للوقوف إلى جانبك ويساعدك، بالإضافة لتسوية قد تدخل بتفاصيلها مع الشريك، لكن لربما أنه أنت مصيرك بمطرح وارتباطك بمطرح تاني، ولكن حشوف أنك حتوقف بتسوية مع الشريك يلي قلبك بيهتف له أكثر من الشخص اللي أنت اعتمدت أنك ترتبط معه أو حتى تكون واعده بشيء أو حتى قررت أنك تكون أنت وياه على خط واحد. وأما مهنيا فانتبه من بعض الأشخاص المحيطين فيك، فأنت مقبل على تحديات وملل مهني، بالإضافة لتعديلات وتغييرات بتتعلق بشؤونك المنزلية أو العقارية. فإذا كنت مصمم على عتبة بيت جديدة أو الانتقال أو تغيير ببيتك أو ترميم أو عمار، 2019 رغم القطاعات المالية وحاجتك للمال والقلة اللي أنت عايش فيها، ولكن سبحان الله كأنها حتتيسر لتقدر تنتقل على العتبة الجديدة اللي أنت مخطط له أو حتى تحس بالأمان من الناحية العقارية أو البيتية. وأما صحيا فأمامك بعض المتابعات الطبية ولربما الجراحية، فاعتمد موضوع الصدقة اليومية لحتى تطلع من وكمان تدفع عنك البلاء من الناحية الصحية، ولربما كمان تسعى بالحصول أو تقوم بإنجاز بيتعلق ببعض الأوراق أو الوثائق المهمة. هالوثائق لربما تكون بنكية، لربما تكون بتتعلق بإرث أو بحقوق أو بمال أو عائدات أو تعويض، فكمان رح تنجزها بال 2019. ينعاد عليك ومنقلك إن شاء الله تحقق كل شيء أنت بتتمناه.